161 هلا بليال، والله شكلها جامدة هنا. هلا بليال، هلا بتخشي ايش؟ اوه بعدين نط نط نط. السلام عليكم، اليوم جيتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم ماب او اكبر ماب في فورتنايت. المرة اللي راحت نزلت 100 وكان قبلها 50، ف 50 بعدين 100 بعدين 200 ليفل، حاليا 500 ليفل. الماب مره كبير، هذا شفتوا اني مقصقص ليفلات كذا وما حطيتها، فاعرفوا ان الليفل يا اما سهل مره يا انه زي اللي قبله. عشان ما يطول مقطع مره، لو خليت 500 ليفل كامله يمكن يطلع مقطع ساعتين. زر اللايك اذا عجبكم المقطع، اشتركوا في القناه اذا كنتم مشتركين. خلينا نوصل 300,000 باقرب وقت ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله نقدر نوصلها قبل رمضان. شفتوا ذا اللي تحت دائما اتكلم عنه، والله دائما اتكلم عنه، اللي هو كود شوب بي اس. دائما اقول عنه ما يحطون الا 30 واحد 20 واحد من كل مقطع. يا ليت يا ليت الكل يحط الكود، والله العظيم ترى بتسعدوني قسم بالله، ترى بيفيدني ماديا ومعنويا. اذا شفت الارقام ترقى من ناحيه الكود شوب اللي يستخدمونه واللي يشترون فيه، اقسم بالله العظيم ترى يعني لي الكثير. اللي ما حط الكود يحطه. شكرا لكم، خلونا نبدا في المقطع. طيب يقول ذير از شكل حق الليفلات راح يتغير من 10 ل 20 ليفل، او كل 20 10 ل 20 ليفل راح يتغير شكل ماب، او يتغير شكل ليفل او طريقه الليفل كيف تخلص مثلا باركور او شيء زي كذا، مره فخوخ مره باركور. هنا ليفل صفر، خلونا نبدا. شوفوا مره سهل كذا في البدايه، انه واحد اوكي، بعدين اثنين هنا، بعدين ثلاثه اربعه. حلو، يقول لك بروح يس كني مشترك. انا ما اشتركت. اوكي ثانكس، اولسو سب تو بيدي باي. ايش دخلني في بيدي باي انا؟ اذا شفتوا اللي مسوي سكيب لهذه المرحله وهذه الاشياء، فاعرفوا ان المرحله مره سهله، يعني ما يبغى لها شيء، عاد تنط نط عاديه وخلاص. هنا ليفل 9، حلوين 14 15، مره سهل كبدايه الحين، فما ادري على النهايه كيف بيكون، او اني تعودت على المبات والله ما ادري. الحين حاليا مره سهل، اي واحد يقدر يخلصه والله، اي واحد. ليفل 20 اوكي، 25 الحين وصلنا، الحين بدا يتغير. اوكي كيف قبل شوي كلها اشجار واحجار تسوي فيها باركور، حاليا شوفوا احجار وفوق كذا لافا تحتك فراح تموت. هي كلها راح تموت، بس هنا فرق لافا 30. حلو حلو، طيب خلينا نسوي ريسبون. والله غريب ليش ما مت من لافا. اوكي انا الحين 39 اوكي، خلونا نروح 40. ما تشوفون مره سهل. اوكي 40 تغير النظام، فاتوقع كل 20 ليفل او كل 25 20 تقريبا، لو ما تستعجل مره ما يمكن ما راح تموت. ما شفت الحين الاشياء اللي بعد ال 100 او بعد 200. اوكي تغير النظام الحين، يلبي والله خرافي، يمين بالله خرافي عيال شكل. اوكي 58 59 60 61 لا 72 اخر واحده، ووو دايم 73. اوكي خلصنا المرحله ذي، ما ادري ليش تاخرت فيها مره اقسم بالله. مشكله الماب انه ما يموتك، فلازم كل شوي تسوي ريسبون، لازم كل شوي، ما ادري ايش صاير في الماب، لكن اتوقع انه نسى سالفه الموت، يعني حتى رحت عند لافا وما مت، ما ادري ايش اسوي يعني. خلصنا ليفل 75 وبعدها نط هنا وبعدها ننط هنا 77. والله الماب شوفوا على انه مره سهل لكن تستمتع فيه، والله تستمتع فيه. انا اقول لكم تستمتع فيه، ما قلتها بموت. كثير من الليفلات ما فيها اي تشيك بوينت، اتوقع كلها عشان سالفه الميموري اللي عشان ما يصير 100%، فقاعد يخلي الاستيجات مو على كل شيء، تشيك بوينت ما يخلي على كل ليفل. الله سالفه البيضات. حلوي 80، انا ما ادري ليش بختصر بس المفروض ما اختصر. يا رب النهايه ما يطلع عدد الموتات لانه ما بسهل، حرام اني اموت زي كذا، والله موتات كثير. يلا يلا تسعيد. كفو. طيب هذه والله توترك شوي مع انها ما هي بصعبه. حلوين وصلنا 92. طيب هاي ثلج، فيها ثلج، احس انها صعبه شوي يعني، لازم الثلج بعد تكمل. اوكي حلو. لا اوه 94. طيب وقف، طيب وقف على طول مشي، طيب وقف لي شوي يا اخي خلني استوعب. طيب هنا سرعة، فالوضع كذا كذا، لازم العزم هذا عشان يعطيك السرعة كاملة زي كذا. اوكي حلوين، بعدين هنا 100 وصلنا يا عيال كفو. 103 ايزي. هلا بالقوارب، هلا ما كملت قوارب. طيب حلوين خلصنا القوارب، مرة سهلة بس لازم توقف فيها شوي. طيب في قوارب الحين حديدية، على قوارب خشبية، على قوارب حديدية اتوقع 107. حلوين شجر، اتوقع هذه النطة يبغى لها نطة اقوى شيء. حلوين حلوين حلوين، 118 على كيفي انا. 108 اوكي، 109 والحين 110 والاسماء قدامي. هل باركور الاسماك؟ والله رهيب يا اخي التنويع، والله رهيب. رجعونا الاحجار الحين، كور الاحجار مره سهل. اوكي 114 حلوين، 119 بعدين يتغير. اوه وش هذا؟ اتوقع باركور، باركور ولا مشي هذا؟
مشي اوكي. وات؟ الحين الباركور صدقي، قبل شوي قاعد انطط. قال لي الباركور انا ما سويت. هنا اتوقع لو طحت خلاص لازم تسوي ريسبون، اتوقع لو طحت تحت يعني. فحاول انك ما تجيب العيد لان ما في اي تشيك بوينت هنا. حلوين. 130 على هذه 137 حلوين. الحين تغير اوكي. هلا بالعيال وش السالفه؟ اولو بالالوان. والله يا اخي الالوان تعطي شكل للماب باركور كذا يعني. طيب ابغى اروح هنا طيب في البدايه عشان اخذ ستيج، بعدين هنا ستيج. حلوين. هذا يبغى له نطه قويه. طيب على 143 الى 150 اوكي معي سرعه. طيب حلوين. روح الاولى، روح الثانيه، ثالثه. حلو زين. اوف هذا والله كنا بعيده كنا. حلوين. وال 150 اوكي اوكي. هنا وش هو مخشش بينا بس؟ حلو والله حلو. طيب سرعه هنا. طيب. ايزي مره ايزي. كم الباركور يعني؟ اوه دايم. خلصنا 153 عباره عن باركور. طيب هذه لازم نروح على هذه الاولى الثانيه. لا المفروض اني اعطيها عزم. هذا الشيء في بونصر هنا يعني لازم نروح للكفر. اوكي حلوين. هلا بالعيال 155 وصلناها. اوكي عباره عن افخاخ 156. طيب وات وات از 2 بلس 2 2 زائد 2 كم يا عيال؟ صفر صح؟ كوميديا كوريكت. او ماي جاد. حلوين. جرب الفخوخ مره ايزي. اووو جبناها. كفو كفو. والله الشكل جامد عيال. ثلج مع خشب مع اشجار. والله جامد عيال شكل. ولا بالمرحله. والله الشكل بعد جامد عيال. والله هني قسم بالله الماب كالوان واشياء والله وتنويع ممتعه. والله متعه. يلا 190. ووو جبناها 201. حلو والله حلو التنويع قسم بالله حلو. ها السالفه؟ اوه لازم طيب اخشش بينهم. 202 حلو. هلا باليقطينه. ودك علم فرنسا يا شباب حق المنتخب. طيب 249 وصارت مختلفه شوي. لكن خلينا نشوف الحين نفتح الباب. 251 هلا بالباركور اللي في الشارع. والله ديم والله ديم التصميم. وصلنا 261 وهنا في نزله. كيف ننزل كذا سريع؟ وات؟ اوكي الحمد لله ما متنا الحمد لله. طيب 261 اوكي. هلا بالفخاخ اللي هنا. هلا بالعيال 299 اوكي. هذا كذا لازم وين؟ ووه 300 اخيرا يا شيخ. والله طولنا طولنا لكن الماب ممتع. والله ممتع. اوكي هلا بالملعب. ايزي احس مره ذا صح ان هذه توترك شوي بس نفس الوقت ما هي بصعبه. والله ما هي بصعبه ابدا. حلو طحت تحت ورقيت بذا السهوله. طيب في بونصر هنا. طيب اووو ديم ديم والله ديم. طيب هذه هنا تي 17 حلو. يلا يلا بروح 333 ثلاثات يا حبيبي. هلا بالرقم مميز. اخيرا نخلص من الستيج ذا. اوكي حلوين 375 شكل جديد وعيد جديد. حلوين جينا مكان جديد الحين 396 باقي لنا شوي يا عيال ونصك ال 400 وبعدها يبقى لنا 100 ليفل فقط. فان شاء الله بنخلص ماب بسرع وقت يا رب يعني. 401 هلا بالعيال. هنا 400 فا اوكي. هلا باركور ايزي. 404 و5 و6 يلا هانت عيال. 419 هانت عيال. 420 يلا بقي 80 ليفل بس. 80 ليفل باذن الله بسرعة وقت نجيبها يا رب ما نموت يا رب. اوكي خلصنا الستيج هذا او خلصنا المرحله هذه. 434 شوفوا كيف الشكل. هول بالعيال شاطئ باذن الله خلصها دون ولا موت باذن الله يعني. هذه مت فيها موتين ما ادري شلون الحين. اوكي على السريع. طيب اللي بعده والله بجيب العيد. 440 لا يلا ليفل 450 يلا. هلو بعيال باقي لنا 50 يا عيال باقي لنا 50. انا ما ادري ايش اقول عيال كل شوي بس سلكوا. وات شلون انا نط هذه؟ طيب كيف هذه الحين يا عيال؟ مره صعب والله بعيد ما يمدي. طيب اتوقع انه جاب العيد في هذه. اتوقع اتوقع والله العالم يعني. يعني لو ننط من هنا يمدينا؟ ما يمدي يا عيال.
ما يبغانا نخلص الماب هذا ولا وشو؟ ما يمدي ابدا، شوفوا كيف ها؟ ابدا ما يمدي عيال، والله ما يمدي. يعني حتى لو بروح لهذه شلون؟ صرنا مسوي حركة ان القارب يصير في السماء فجأة مسحها ولا شيء. هنا في قارب تحت، في قارب فوق، اوكي؟ هنا في قارب تحت بس ما في قارب فوق، ما ادري ايش اسوي. اتوقع في بونصر؟ ما في شيء. هنا حتى ما في اي نطيطة، ما في اي شيء. خرب علينا يا عيال. يعني اتوقع ان ما راح نخلص الماب بسبب اللي مسوي الماب. يعني هذه ما يمدينا ننط لين هذه لان عباره عن 3 بلوكات تقريبا، فما في اي حل، ما في اي حل اني اروح له. شو كيف؟ لا في بونصر ولا شيء. حتى جربت اني انزل تحت. شو كيف؟ ما في اي شيء. بونصر ما في. وين اروح؟ يعني حتى لو اكمل قدام لازم امشي هنا او ادخل هنا. ما يمديني. للاسف ما في حل يا عيال. احس انه في حل بس اني ما شفته. ما ادري ليش. لين هناك ما في امل يعني، ما في... لو تسوي اللي تسوي ما في امل. شو بنط لاخر شيء. اوكي مره ما يوصل، والله مره ما يوصل حتى بعيد عنها. ف كان ودنا يعني اختم الماب، والله كان ودي قسم بالله. يعني ما بقى لي شوي متحمس على 50 الاخيره فجاه قريتش الماب، والله حرام والله حرام. المهم بس هذا كان مقطع اليوم، ان شاء الله المقطع عجبكم لا تنسون زر اللايك، اذا عجبكم المقطع اشتركوا في القناه اذا ما كنتم مشتركين، خلونا نوصل 300,000 باسرع وقت. كوت شوب لا تنسون في اس ال، خلونا نوصل 10,000 لايك، حسنا مره سهله. بالنسبه للمقطع الاخير حق اكبر ماب وصلته فوق 10,000، فنبغى هذا المقطع يوصل 10,000 وبس. هاي كان مقطع اليوم، اعتذر اني ما خلصت الماب لكن في جلتش في الماب اني ما اقدر اروح المرحله اللي بعدها او الستيج اللي بعدها او الليفل اللي بعده. عموما اشوفكم على خير، سلام.